هل ينفع ان انا في الحج اترك مكة والسعودية وارجع مصر يوم العيد؟ ينفع. هل ينفع اتعجل في الحج وانزل بلدي مصر يوم العيد بعد ما طفت طواف الإفاضة ولا لا؟ انا مش عارف انت قول لي ايه التوصيف اللي خليني انزل يوم العيد. ايوه هتنزل وعليك دم ايضا، انتبه. تمام، بس انا مثلا اخر يوم ليا في الزيارة يوم العيد يا سيدنا مثلا. ما انا هقول لك ولا اولا تاتي ترمي الجمره او تنزل تطوف الافاضه وترجع ترمي الجمره وتحلق وتقصر وتوكل واحد في الذبح. تمام، يبقى انت تركت الان المبيت في منى ورمي الجمرات. تمام، المبيت في منى للتشريق والمكث في منى ورمي الجمرات. عليك على كل واحده فيها دم، عليك دمان. تمام، الدمان لازم في السعوديه مش في مصر. كل الكفارات المتعلقة بالحج تكون في مكة، كل فجاج مكة ومنها طريق ومنحر. الحج ناقص ولا مكتمل؟ لما انت تكبر ناقص، وناقص طبعا ناقص المبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي التشريق، وناقص الرمي، فاذبح ذبيحتين. تمام، نعم سيدنا، اذبح ذبيحتين.